القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا، جوهر الصراع في الشرق الأوسط، ولن يستتب الأمن في الشرق الأوسط إلا بكيان دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. على هذا السبيل نطمح احنا كذلك ان نقوي الصفوف الفلسطينية بالوحدة الفلسطينية. على هذا الأساس خديت الرخصة من اخي الرئيس ابو مازن اننا سنجمع كل الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر في اقرب وقت ان شاء الله، ربما تكون مقدمة للوحدة العربية التي نطمح إليها من خلال القمة.